السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامجكم حكايات الهلالي. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة اللي غتجيك من أغرب القصص اللي تقدر تسمعهم في حياتك كاملة، وغادي نقدروا نعطيو واحد العنوان كما ضربتيني غادي نرد لك الضربة بالطوبل، وغادي نبكيك الدم كتر ما بكيتيني. اليوم غادي نعاود لكم القصة ديال إسراء، وقبل ما نعاود لكم القصة ديال إسراء باش نعرف بأن هذا المحتوى عجبكم ونزيد نقدم لكم مزيد من القصص، إلى ما مشاركش شارك وفعل الجرس، ضروري أنك تفعل الجرس، كذلك أنك تخلي لنا شي جيم وشي كومنتير على هذا الفيديو. هذا على بركة الله نبدأ قصة إسراء. وش حال من واحد الدنيا داته بدلاته يا ونساته بعدته على الأحباب، ومن اللي جاي عود قال لي فاته خلاته يا وفحياته تايه ماليه جواء. القصة ديال إسراء غادي تبدا مني كانت صغيرة، تقريبا كانت في العمر ديالها 5 سنين. في الاول كانت عايشة مع الام ديالها والاب ديالها، ما تبخر كما تيقولوا، ما خاصهم حتى شي خير. في الاول الاب ديالها والام ديالها كانوا متفاهمين وكانوا تيبغيو بعضياتهم، ولكن تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن، وماشي اي حاجة تمنيناها تلقاوها. الاب ديالها والام ديالها غادي ينوض بيناتهم المشاكل، وكل واحد فيهم ولا تيشرق وواحد تيغرب، وواحد باغي اليمن والاخر باغي اليسر، ما بقاوش يتفاهموا على حتى شي حاجه. واعز حاجه عندهم هي شد الضد، ولكن ما نساوش بان هذا الشيء كاين عليه تاثير على الدراري الصغار. كما الرسول عليه الصلاه والسلام قالنا واحد حاجه، ولكن بزاف ديال الناس وديال الامهات والاباء ما منتبهينش ليها، هي التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الدري الصغير الا خدا شي حاجه في الصغر تتبقى مع حياته كامله، ومع الاسف كاينين بزاف ديال العائلات تنقلوا لولادهم غير المشاكل والضغوطات النفسيه، وبزاف ديال الناس كما تنقولوا تيكبروا معقدين بسبب دوك النقاشات اللي تيكونوا مع الوالدين. كما قلت لكم ما بقاوش يتفاهموا على حتى شي حاجه، ولا الاب والام ديما في صراعات، والبنت الصغيره ديما تتشوف فيهم. دازت سنين، البنت في الاول كانت تقرا مزيان ولكن المستوى ديالها تراجع بزاف، والاباء ما مسوقينش، ديما غير ضد في بعضياتهم والمشاكل والدباز والغواتات. حتى لواحد المره غادي يقروا باش انهم يتنفاصلوا، وداكشي اللي كان، والضحيه بطبيعه الحال ديال الطلاق في اي اسره هما الاولاد. غادي يتطلقوا، في الاول غادي تقول ليه ما بقيت باغا منك والو، ما بقيت باغا منك حتى شي حاجه غير طلقني، حتى هو ولاد جايه من الجنه والناس. طلقها والبنت عاشت مع الاب، ولكن الاب ما يقدرش على المسؤوليه ديال البنت، ينوض الصباح ويفطرها ويمشط لها ويقادها، وغادي يقولها اجي دي بنتك راه ما بقيتش قادر عليها، ولا سيري ديها للخيريه. غادي الام غديها تعيش مع والديها، بطبيعة الحال غتحس بواحد النقص كبير، وماشي العيشة اللي كانت عايشة في الأول هي اللي غادي تعيش في الثاني. غدوز تقريبا سنين، فالأم غادي تقرر أنها تزوج، ولكن الزوج الأم قال لها الأحسن خليها مع والديك. داكشي اللي كان، بقات مع والديها، ولكن واحد الإهمال كبير بزاف تاع من الوالدين، لأنه الأبوين ديال الأم ديالها كبار في السن وميمكنش يقابلوا بنت صغيرة، وهذيك الساعة كانت عندها 15 عام، والمراهقة جاتها صعيبة. فهي هذيك مشات عاشت مع الأم ديالها وراجل ما، ولكن مع الأسف دائما تتحس بواحد النقص، ما تتحسش بأن الأم ديالها معاها كما كانت مشحالة هذي، وأن الرجل الأم ديالها ما عمرو غادي يعوض المكانة ديال الأب. إنسان ما يتسوق لها، ما يسول عليها، سواء مرضاتش ولا ما مرضاتش ما سوقوش. فإسراء كانت من أجمل البنات اللي تقدر تشوفهم، ولات زوينة بزاف، ربي عطاها حقها في الزين وزاد كتر، حتى في العطاي والابتسامة، وكانت آية من الجمال إسراء. غتكملت تقريبا 19 سنة،
وفي هذه الفتره عمرها عرفت شي دري، كما تنقولوا كانت معقده من الرجال وما بغات تهضر مع حتى شي راجل، لان شافت الاب كيفاش كانت يتعامل مع الام وكيفاش راجل الام تتعامل مع الام ديالها وتتعامل معها. كرهات الرجال بمعنى الكلمه، ما بقاتش حاجه سميتها كلمه الرجال تدور عندها في القاموس. حتى لواحد المره غادي بقيت مع واحد الدري والو، المره الاولى كي نوقف نهضر معاك والو، غير النمره والو، يوميا تتسناها حيت هي صراحه كانت جاده الليل. وبغيت نفكركم بان اسراء مع الاسف خرجت من القرايه، فديك الفتره اسراء كانت تتقلب على خدمه. حتى لواحد المره تيوقفها تتقول لها بالسيف عليك غتوقفي تهضري معايا، ما يمكنش انا تنحماق عليك، وليت لدرجه انني تنحلم بك اسراء، عافاك اعطيني فرصه، اسمح لي ولد الناس، انا ما باغا ندير حتى شي علاقه في حياتي، ما بقيتش باغا شي واحد يكون في حياتي يكون سميتو راجل. قال لها شوفي واخ انا متفق معك، واخ ما تكون بيناتنا حتى شي حاجه، ولكن غنطلب منك واحد طلب واحد، هو نوليو غير اصدقاء فقط، اصدقاء اصدقاء اسراء. داكشي اللي كان ولهلا يطيح حبنا على حجره، ولهلا يلاقينا مع ولاد الحرم كما تيقولوا. وهنا عاد غتبدا القصه الاليمه، قصة غتجيك خريبة بزاف، ونصحك انك تسمعها حتى الاخر، فيها عبرة ومن اشد الانتقامات اللي تقدر تسمعهم. داكشي اللي كان، راكم عارفين الدراري ولا المشني تيبغي يوصل للحم تيتبحلس، حلاوة انسان ملاك فوق الارض، انا وهاشنو تندير، وانا عندي المرأة واعظم المرأة، وانا معاك اسراء نعسي باقة مزيان صباح الخير كديرة قاسك شي حاجة، دخلها جميع الأسالي. داكشي اللي كان طاحت في الشبكة، ولا تتبغيه ولا تيخرجوا نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث، تيقول لها شوفي أنا وليت باغيكي للزواج إسراء، أنا وليت باغيكي للزواج بصح، واخ انا راه فلان لقيتها الفلان فلانيه، غادي نمشي نجيب والديا ونجي لداركم. متاكد؟ صافي اللهم يسر نتزوج اسيدي، تينا راه وليت تنبغيك. مشات علمات ماما، قالت لها راه كاين واحد الشاب تعرفت عليه بغى يتقدم ليا. ماما ما اعترضت صراحه. غدوز واحد يومين يقول لها شوفي اجي نلاقيك بالوالده الحنانة كما تيقولوا، بغات تشوفك اجي عندها للدار. ويلي مشيو للدار حشمانة؟ لا ويلي فاش عندك مناش تحشمي، متأكد صافي نمشيو؟ واخا انا تنتيق فيه وكانت تنتيق فيه تيقة عمياء. غادي يمشيو للدار، غيدق دق دق، غتحليهم مرة كبيرة، مرحبا دخلي، غيدخلوا بجوج، غادي يدخلوا للداخل، غادي تقول لها المرأة الكبيرة والله يكمل عليكم بالخير والله يسر ليكم ويفتح لكم باب الخير ويعطيكم بكل ما تمنيتوا في خاطركم، يلا غي سمحوا لي انا غادي نخليكم انا خارجة. صد خرجت ديك المرأة مشات، غيبقاو الراس في الراس، والشيطان تلاتهما. غادي يوقع داكشي اللي ما غاديش تبغيه حتى شي وحده، شوفي راه الوالده شافتك وانتي ودابا راه دليل وانتي ديالي وانا، وشوفي راكي ديالي، واش انا غادي نقدرك واش انا غادي نكدا، انتي ديالي يا اسراء، انتي ملك ديالي. ماشي كيما غتدخل كيما غتخرج، دخلت بنت ولكن خرجت امراه، ولكن ديك المراه ما رجعتش الام ديالو، فين هي؟ فين مشات؟ عيات ما تسنق لها وصافي يلا نمشي وتترجع الوالدة حتى المرة أخرى. غتمشي للدار غتقول ليه صافي وخاصنا نصلحوا هذا المشكل يوميا، وفينك فوقاش راه الوالدة راه خاصك تجي خاصك تدير، وخاصنا نصلحوا هذا المشكل، واخا دابا نصلح دابا ندير دابا نفعل. النهار الخامس غتهز التليفون، غتكتب النمرة
تجاوب على علبة صوتية. إن مخاطبكم غير مشغل الآن. طافي. أويلي. تنعاود صوني؟ والو. تتعاود صوني؟ والو. كأن الأرض بلعاتو. ما بقاتش عارفة عليه حتى شي حاجة. السيد اختفى تماما. سيمانة ما بقى عليه حتى شي خبر. ما بقاش عارف عليه والو. تتصوني ديما طافي. شنو غادي ندير؟ غنمشي لدارو. انا تنعرف امو. غادي نمشي عند امو. غتمشي غدق طق طق. غتلقى ديك المرا. سلام خالتي كي دايره؟ دخلي مرحبا بك. خالتي بغيت نعاود لك واحد الحاجه. مرحبا بنتي. مالك؟ راه ولدك. شنو هو؟ راه ولدك. كيفاش ولدي يا بنتي؟ اش ولدي يا بنتي؟ اش ولدي؟ اش ما فهمتش والو. ابنتي انا راه تنكري غير الديور. وهذاك السيد قال لي راني كيخطيبته وغتزوجو وكريت ليه الدار. انا راه مامو ما حتى شي حاجه. شنو هو؟ ماشي مو. لا شمتها. الدموع والالم والجرح ولا اعمق. على الم كي داير وعلى الشمتة ما تبغيها حتى واحد. حست بواحد الشمتة اللي كبيرة واي واحد غتحس بهاد الشمتة. عرفتي تتحط راسها على المخدة وتبكي تبكي تبكي وعاد داك البكا ديال تنخصيص. عاد داك اللي تيكون محروق مسكين. ما تتسولها مالك تتقولها والو غير تفارقت انا وداك السيد. تتقول لها ربي غيعوضك وما احسن ياك ما خسرتي والو وشنو خاسره وشنو كدا. ولكن الشمته بقات فيها. واي وحده غتكون في المكانه ديالها ما غتقبلش ديك الشمته. اي وحده. ولكن فينا هو؟ شنو غدير؟ ما قدرت تعود هذا المشكل حتى واحد. حتى الواحد النهار كانت غاده غتشوف واحد السيد سبحان الله هذا هو الخيط الوحيد ربي فاش يبغي يفضح شي واحد. قالت لي كنت غاده وانا لقى واحد السيد فايت شتو معاه. عاد مشيت تنجري حطيت داكشي اللي في يدي ومشيت تنجري عنده. خويا وكانت معاه مع واحد مراته. خويا عفاك 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 واحد دقيقه الله يرحم الوالدين. تقول اختي اختي صبري صبري. مراته تتقول لي بنتي عفاك عفاك عفاك. تسناي تهدني بشويه عليك بشويه شويه بنتي احنا معاك. تدني عفاك عفاك. فينا هو؟ عادل. عادل؟ شكون عادل؟ عادل واحد النهار راه كنتي دايز وتلاقيتك وكنتي معاه. اختي انا ما عندي حتى شي صاحبي سميتو عادل. شوف راه طويل ومربي شويه اللحله يا هو ابيض وكنتي يلبس واحد الكويره. ها جمال. هذاك سميتو جمال ماشي عادل. حتى من السميه كان كاذب عليه فيها. عرفتي ديك المرأة من تتحاول انها تصبرني تتحاول انها تواسيني تقولي واخا غير عاودي لنا حنا معك. شنو هاد عادل ولا جمال؟ شنو دار لك؟ نعاود لكم. تفلى عليا وادتني بالزواج اداني للدار الفلان فلانيه. قال لي هادي يمي. صدقات امو ماشي هي امو. صدقات غير تتكري الديور. خدا لي شرافي وطفى عليا التليفون. في الاول بصراحه خاف كان قال من الاحسن بلا ما ندخل راسي في شي صداعات. ولكن مراته طلعت بنت الناس حيت مرا حسات بيا. تيقول لك المرا تتحس بالمرا. حسات بيا وعرفتني مقهوره واي واحد يشوف وجهي غيعرفني مقهور. قلت لي لا يعطيها النمره وقف معاها وحشومه وعافاك. قالها شوفي انا غادي نعطيك النمره ديالو ولكن شرط ما تجبدينيش على فمك نهائيا بان اللي عطيتك النمره. قلت ليه واخا. قبل ما نمشي قلت لمراته عافاك ممكن تعطيني نمرتك نهضر معاك غير نخوي عليك قلبي حيت انا ما عندي لا صحابات ما عندي لا من نعاود. قلت لي مرحبا هاكي تنمرتي انا فوق ما تبغي تعاودي انا كاينه. عنقاتني مسكينه وقالت لها شوفي ان شاء الله ربي غيدير اللي فيها الخير. غادي نمشي للدار غنخليو الدار حتى غادي يبغيو ناسو. غادي نصوني. الو صوتو. والله الا هو صوتو. غادي نعيط ليه. جمال يقولي نعم
سمية بصح كاتبه عليا فيها ما عرفتينيش. لا ياك معك إسراء، شكون عطاك نمرتي وشنو بغيتي وفوالا وشنو باغا؟ ياك ضحكتي عليا وتفليتي عليا، شنو دارت ليك وشنو ودن بي انا؟ اقول لها شوفي انا بصح بغيتك وبصح تنحماق عليك، ولكن الصدمة الكبيرة انني مزوج وما نقدرش نخلي مراتي. الصدمة اللي غتحس بيها في ديك اللحظة كي غتكون في نظاركم، كي غادي تكون الاحساس ديال شي وحده تسمع بان واحد تفلى عليها وخدا لها شرافها وضحك عليها ودمر لها حياتها تطلع مزوج، باش تحس تصدمات تندف في وجهها وتصرفق وجهها وتقول اشدني اشدني. شنو غدير معايا؟ دير معايا شي حل، الله يرحم الوالدين، انا مزوقه فيك، دير معايا شي حل. سمحي لي، سري عيشي حياتك ونسينا اختي عليك. ياك هو يطفي التليفون تنصوني من داك النهار هو طافي. غدوز يومين انا عند ديك المرا، غادي نعاود لها كاع داكشي اللي وقع، غادي نقولها شنو قال لي واشنو دار. مسكينه بنت الناس ديك المرا، فين ما مشيتي كاين الزوين وكاين الخايب، وهاد الانسانه نقدروا نوصفوها مع الناس اللي زوينين وقلبهم بيض وبنات الناس، لا هي لا راجله. غتقول لي شوف كاين عندكي حل واحد، هو انك تمشي عند باه. انا ما عنديش النمره ديالو ولكن عارفه شكون هو باه، الحاج المختار. غتمشي للبلاصه الفلان الفلانيه، سولي على الحاج المختار اللي تبيع التوابات، هذاك باه لاباس عليه، هو اللي يقدر يفيدك. خديت العنوان ولكن فاش قست مع راسي، السيد مجهوش اش غربح اش غربح اش غادي نربح؟ ما ربح والو، سيد مجوج وبولادو، ما كاين ما نربح. هنا فين غادي تتحول وحده من ملاك لواحد الانسان اللي قلبها زاد قصاح اكثر من الاول، وهنا غادي تمشي غتحلف بالله وباللي خلق السماوات والارض، الا انت صرفقتيني مره انا غادي نردها لك مضوبله، وغادي نبكيك وغادي ندوقك من نفس المرار اللي دوقتيني منه. وعد وعد الحر دين علي. غادي تمشي تقلب على شي واحد اللي سميته الحاج المختار، بدات تقلب ما وحلاتش لان با معروق بزاف. غادي تمشي ما غتلقاش في الاول بالمحل، غتمشي تلقى الخدامه، واش هذا هو المحل ديال الحاج المختار؟ هو هذا، شنو بغيتي؟ عفاك بغيتو هو شخصيا، سيري تا من بعد ورجعي. لا واش غيجي؟ اه غيجي، واخا يلا تسني. بقات تتسنى حتى تشوف واحد الراجل عنده الحيه بيضه داخل. الحاج المختار هاد السيده تتسول فيك من الصباح وهي جالسه تتسنى. اجي بنتي. نعم مرحبا، عفاك بغيت نخدم. اختي ما بنتي ما تنقلبوش على الخدامه، شوف ما بغيت والو، انا بغيت غير نتعلم الحرفه باش ندير ان شاء الله شي حاجه ديالي، وقالوا لي انت انسان طيب وتقدر انك تعاون. ما تخلصيش. واخا مرحبا بك، اجي غدا ان شاء الله مع الثمانيه. مشات لبست ما اجمل ما عندي وانا نمشي عنده، بديت الخدمه من اللي وجيت في الوقت. هي هذيك غادي نمشي عند الحاج المختار، ولكن غادي نلاحظ واحد الحاجه بحالو بحال ولده، وكيفاش ما غاديش يكون تيشبه ليه ولده. بجوجهم عينيهم زايغه حتى تنشوف فيه باللي تيشوف ليا في المناطق الحساسه، وماشي شوفات عاديين، تيشوف وتيركز. وانا في خاطري تنقول له شوف شوف الحاج، شوف الحاج المختار تاين هذاك الشيء اللي باغا، خذ راحتك. اخويا بادر فاش تطيح شي حاجه بالعاني تنتحنا قدامه ولا تنطيح شي حاجه الاغرى، وشوف الحاج خذ راحتك الحاج، كل ساعه نمشي عنده سي الحاج خاصك شي حاجه، سي الحاج المختار، سي الحاج المختار نجيب لك هادي، سي الحاج المختار شنو ندير في هادي؟ وحلاوه اللسان شهر وانا تصايقه، حتى
والتي بالعاني تيدوز من حدايا تيحاول يقيسني، وانا دايره راسي حماره ما فاهمه والو. انا مكلخه، خذ راحتك السي الحاج. تنطيبو على نهار مهيله حتى طيب السي الحاج على خاطر خاطرك. داكشي اللي كان وحد النار خارج ويقول لي اسراء نعم السي الحاج تسنيني نوصلك انا راه غادي. زيد وصلني. داكشي اللي كان بقى غادي وتيقولها نمشيو نشربو شي حاجه. قلت له يا الله. مشينا للقهوه بقينا جالسين حتى الواحد شويه ويقول لي الهضره اللي تنتسناها مده هادي عجبتيني. السي الحاج اش تقول عجبتيني يا اسراء؟ واشنو نديروش انا وياك شي علاقه؟ شوف سي الحاج انت عجبتيني ولكن انا ما نقدرش ندير شي حاجه حرام، ما نقدرش ندير شي حاجه غضب ربي. واشنو بغيتي ندير معاك؟ اي حاجه تبغيها تينا راك تعجبني وعجبتني شخصيتك وعجبتيني انت واخا كبير عليك. شوف انا ما عنديش مع الدري الصغار اصلا، انا تيعجبوني الناس اللي بعقلهم وانت بعقلك السي الحاج. شنو المعمول؟ نتزوجوا السي الحاج؟ ولكن انا مزوج. خساره السي الحاج خساره. كنت باغا انتينا نتزوج بيك ولكن ما مكتابش. والله يجيب لك ما احسن. شوفي نتزوجوا ومراتي ما تعرفش. واخا واخا ماشي مشكل، ولكن ما تضيعنيش السي الحاج. جي واحد النهار تقول لي برا وسيري بحالك. لا خلي على ما نقاد الامور وهادي وديك الساعه نقولوها ليهم. واخا. مشينا عند العدول، وقبل ما نمشي عند العدول مشيت عند ماما تقول لي واش انتي حمقه تزوجي واحد كبر من باك؟ وكيفاش انتي زوينه وايه من الجمال، ايه من اللي خلق ربي، وتزوجي واحد بحال هذاك شارف على ود الفلوس؟ تنقول لها ماما غادي يضمن لي مستقبلي، وانك ماشي مستقبلي على الشنطره. انا ماشي على الفلوس، انا باغي نطلق خونا رفيقه. بغيت غير نبكيه، بغيت غير نخليه تحسر كما قارني في قلبي نقهرو في قلبه هو ومو وعائلته وكلهم. داكشي اللي كان تزوجات بسي الحاج غادي يدير لها برطمة. وهنا غادي تبدا، هنا غادي تبدا القصة ديالنا. سي الحاج شهيتك تشري لي هاد الكورميط هاد المضمة. شوف بغيت هاد الدار هادي واكتبها لي بسميتي ودير لي هادي وشري لي هادي وفعل لي هادي. اذا انت ما تتبغينيش صافي انا غادي نمشي نقولها لمراتك وانا صافي عييت ما نخبي. صافي انا نشري لك ما تكودريش، انا غنشريها لك، انا غنشريها لك غير ما تزيديش تهضري. واخ بديت ناخد من عنده ناخد 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 حتى الوحرة غادي نلقى واحد الشيكات مسنيين ولكن ما فيهم السمية وما فيهم الشحال. غادي نهزهم كاملين وغادي نغبر عليه، غادي عيط ليا وغادي نقول له واخا انا غادي نتلاقاك، غادي نعمر دوك الفلوس ولكن ماشي بسميتي. اتفقت مع واحد السيده قلت لي شوف يا غتعطيني 100 مليون يا غادي نعمر لك هادشي كثر في الشيكات وغتطلقني من الفوق، شنو بان لك؟ كيفاش ونصبتي عليا ودرتي واشنو كذا؟ ما نصبتش عليك، انا خديتي حقي. كيفاش حقك؟ وغندير لك ولكن عارف الحجم عنده ما يصور. الشيكات مسنين والدار ولات بسميتي والدب بسميتي والطونوبيل بسميتي وكلشي بسميتي بلا ما نزيد نشوهك كثر السي الحاج. غادي نخلي لك داك المحل ولكن كل شيء غيبقى ديالي، شنو بان لك؟ صافي يسيري بحالاتك. غدمر ليه المشروع كامل وداكشي اللي تيبني. الولد ديالو ساق الخبار اللي تفلى على اسراء. السيد اللي دخلها شرافه غادي يقول فين مشاو فلوسك وفين مشاو كذا وفين مشاو هادي وفين مشات ليك وكذا وهادي، ضيعتي رزقك وضيعتي هادشي كامل ومن شحال هادي حنا تنحسو بيك داير شي حاجه ما بقينا فاهمين والو. يقول ليه واش نجيك اولدي الصراحه انا تزوجت بواحد السيده
إيه ودات لي داك الشيء وعطينا نمشيو نهضروا معاها نمشيو نديروا معاها عطيني النمرة عطاه النمرة ايه على التصرفيق قالوا فلانة شكون نتي وشكون باغا ديري واش هادشي اللي درتي للواليد واش هادشي اللي فعلتي ليه وشوفي اقسم بالله تنوريك وكذا جمال وفين تتعرفيني انا ما عرفتينيش واش كنتي كاع هاد اسراء ما فكراتك في والو جمال شكون اسراء ما قلتيش عليا ما قلتيش على السيده اللي تفليتي عليها كيفاش دابا الضربه عجباتك يا بكي داكشي اللي بكيتو انا يا تحسر داكشي اللي تحسرتو انا وندم على داكشي اللي درتي معايا انا غتنتهي هاد الحلقه نضرب لكم موعد في حلقه مقبله وما تنساوش انكم تخليو شي جيم وتشاركوا وتفعلوا الجرس السلام عليكم.